جانب التصوير والإضاءة أتوقع إنه كانت تحتاج شغل كثير. ما أدري يعني هل هو نفس الوقت اللي حصلتم عليه مع أصدقائكم والفرقة البقية أو لا؟ الجانب الإخراج نوعاً ما ضيعني في الفكرة، يعني قد يكون في فكرة في الموضوع تبغى توصلني، بس أنا ضعت في المنتصف إنه في شخصيات مثل شخصية خالتي اللي دخلت في منتصف الفيلم اللي ضيعتني نوعاً ما. فأجد في عدم ترابط في الثلاثة مكونات أو ثلاثة أجزاء في الفيلم، في ثلاث مشاهد نوعا ما ضعت في الارتباط فيما بينها، إلا أنه الفريق هذا تميز بوضوح مفهوم السراب داخل الفيلم. فهذه النقطة في صالحكم اللي هو ارتباط الفكرة بالعنوان. هذا اللي عندي. يعطيك العافية، شكرا الأستاذ عايض. استاذ عايض تفضل، لكم وقت يا ابو رزاق. الله يزيد فضلك يا ابو رفع. انا كذلك ودي ادخل على طول عشان نختصر الوقت. بدايه انا ودي ارجع لشيء تكلمنا عنه من بدايه البرنامج، وهو ابعاد الشخصيه. اذا انت بتمثل شخصيه او كاركتر معين، لابد انك تحكم قبضتك على الشخصيه بحيث انك تقدر تاديها بشكل مقنع للجمهور. واتفقنا سابقا ان التمثيل الا تمثل. أبعاد الشخصية تذكرها يا عبد الرزاق؟ البعد الأول اللي هو البعد الجسدي، كان بيقولها البعد الجسدي، البعد النفسي والعاطفي، والبعد الاجتماعي. ما يحتاج أن نتكلم. البعد الجسدي شكل الكاركتر اللي أنت تأديه. إذا أنت تمثل دور تاجر مثلا، فلا بد أنك تعرف هيئة التاجر، كان البشت والشكل واللبس أو المظهر مساعد في الشيء هذا. البعد النفسي والعاطفي، وش هل هو سعيد، هل هو مبتهج، هل هو متكبر، هل هو. البعد الاجتماعي، وش وضعه اجتماعيا، هل هو عنده موظفين زي ما شاهدنا او كذا. لكنه كان من الاجدر بكم الحرص على ابعاد الشخصيات بشكل عام. هذه نقطه. النقطه الثانيه، انا عجبتني القضبان، ويمكن ما ادري، اعتقد انها بوابه بوابه بيت. ابو يارا يقول بوابه القناه، استوديوهات المد. لكن القضبان ما في قضبان زي كذا، يعني ما في سجن زي كذا من وجهه نظري. بشكل عام الله يعطيكم العافيه، انا سعيد بشوفتك يا عبد الرزاق، اتمنى لكم التوفيق. استاذ ماجد اهلا بكم مره ثانيه، يعطيكم العافيه. لمسات باللغه العربيه مره، والله بعدنا عن اللغه العربيه مره. اجي خليني امدحك عشان تستانس شوي. راحت نص دقيقه. عاجبني انك اليوم جاي باللباس هذا اللي مثلت فيه، مع انك مثلت بلباسين، لباس البشت ولباس السجين، فالحمد لله انك ما جيت باللباس الاخر، طلعت من السجن. طيب اجتتم الفكره، وهو دائما قنطار او دينار او درهم، حتى علاج درهم وقايه خير من قنطار علاج بالكاد طلعت. فاللي هي نحذر قبل وقوع المشكلة فيما يتعلق في الرشاوي أو شيء من هذا القبيل. أجدتم في الفكرة، يبقى في إشكالية في التصوير، ظاهرة يعني في الإضاءة والكوادر. الإضاءة يعني كانت عيني عينك، يعني حاجة بسيطة تلقائية. أقول مرة ثانية لكم ولبقية الفرق، وين كنا وين صرنا؟ أول أسبوع في الفيديوهات كانت عادية، الآن صارت ما شاء الله الأسبوع الثاني متوسطة. الآن بديتوا، ما أقول إنه ناس هاوين، لا، ناس ما شاء الله بدأوا طريق الاحتراف، وفي نقلة حلوة مرة ثانية لفيديوهاتكم وفيديوهات بقية الزملاء. شكرا لكم. شكرا لجنة التحكيم، يعطيكم العافية.